بونجور، السلام عليكم الدراري، نتمنى تكونوا كاملين بكم بخير. اليوم جينا نسيو لا فورت فيستا موديل 2021. المهم هذه اخر ماكين خرج في لا فورت فيستا، وكاينين بزاف الناس اللي تعجبهم لونسيان موديل اللي كانوا فيها لي فوز اريير فيرتيكال، دونك هذه فيها لي فوز اريير اوريزونتال. وشوفوا المهم لي زوبسيون اللي تجينا فيها، لو بري ديالها، الكونسوماسيون ديالها، وشحال الفوليوم دو كوفر شحال تتهز فيه، وكذلك لي زيكيبمون دو سيري، ونهضروا كذلك على الثمن ديالها وشحال تتاكل الكونسوماسيون ميكست. دونك هكا تجينا بدي فوز اريير دي فوز افون اون ال اي دي، تجيو بهذا الشكل هذا اللي تعطيو واحد لوك صراحه اغريسيف وكما تنقولوا سبورتيف كذلك واليغونت. بالنسبه تجينا حتى لي زونتي برويار، وتجينا د لا كولوندر سنترال في القدام طوموبيل، تجينا كرومي و لو لوغو فورت كذلك تيجي حتى هو كرومي. وصراحه سي اون فواتور فاميليال زوينه بزاف. المهم نهضروا في هذا الفيديو على حسب لي بوين بوزيتيف ولي بوين نيجاتيف ديالها. دونك تجينا دي جونت اون اسيي، مي كاينين اوبسيون باش ديرهم اون الومنيوم فلا فينيسيون جو كخوا استيلاين. دونك هادي فيرسيون بازيك تجينا نص عامره تقريبا، تجيب هاد لا كولور هادي. عندك دي باغيت كرومي كذلك تيدوزو من لافون حتى لاغيير ديال الطوموبيل اللي تعطيو واحد لوك اليغون. دونك هذا هو لاغيير ديالها، كما تنشوفوا عندها واحد لوك واعر بزاف في لاغيير ديالها. هادي دونك فواتور اسونس. الكونسوماسيون ميكس ديالها ما بين المدينه والاوتوروت ولا على برا تتوصل حتى ل 5.6%، دونك ما تتاكلش بزاف. نادي رادار دو ركول عندنا في لاغيير ديالها، عندنا دي فو زونتي برويار بالنسبه للاغيير ولافون اوسي. دونك هي هذه لا فورت فيستا. دابا واحد شويه نخليكم نشوفوا الاكستيريور ديالها. دونك هادو هما لي كلي الدراري ديالها. المهم تيجونا صغيورين بزاف، ما عرفتش علاش دارهم صغار. المهم شوفوها من الداخل كي دايره. دونك لانتيغور ديالها تيجينا بهذا الشكل هذا، عندك دوبل فيتر الكتريك، لي كوموند بوغ لي ريتروفيزور، وبلوكاج ديال لي فيتر ولي بورت بربعه. عندك دي غوفلي دلور باش تتحل الباب تي تتبالك الطريق، وكذلك بالنسبه لي دوتغ كونديكتور يشوفوك راك حل الباب. دونك هاد لو موديل سبيسيفيك هذا سي اون فواتور دوكازيون من لا ميزون من الكونسيسيونير فورد اون سويد، في لا سويد في الينكسوس. تجينا ضربه 30000 كيلومتر، و لو بري ديالها تقريبا تيوصل حتى 13 مليون ونص. هذا هو لو بري اللي قالوا لنا في لا ميزون، وصراحه بري افوردابل كما تنقولوا بالنسبه للي كاليتي ولي ميزور اللي تعطيو للطوموبيل بزاف، صراحه نقيه بزاف. يعني صعيب تلقى شي غوتوش، ولا صعيب تلقى فيها شي حاجه اللي تعطيك لي سونساسيون بانها راه فواتور دوكازيون. دونك هذا هو البلونش دو بور ديالنا، تجيو بهذا الشكل. ميديان اف ديالها، كليماتيزاسيون، لي كوموند دو فولون، تجينا سبيدومتر تيوصل حتى 220 كيلومتر في الساعه، وكذلك الار بي ام اللي تيحسب لك الدوره ديال الموتور. دونك هنا كنا شادين الطريق لوتوروت باش نسيو لو موديل. دونك هذه هي الميديان اف ديالك، تيجيو لي ستاسيون راديو ديالك، تيجيو لي زابليكاسيون اي دوتغ شوز لي كاين في ميديان اف، و كاينين بزاف ديال الحوايج. ممكنين دي زوبسيون واحد اخرين اللي ممكن نهضروا عليهم فيديو واحد اخر. دونك هذه نافيغاسيون بور راديو، المهم تعطيك لا راديو. صراحة التاتش سكرين ديالو ليكرون فريمون صراحة دو تري بون كاليتي، المهم
خفيف بزاف. باغيور كانوا فاش كانوا خرجوا في الاول في 2012 2013 فاش بداو يبانوا بزاف في لي فواتور كانوا صراحه تقال بزاف وتيتبلونطاو. دونك هذه ما كاينش داك المشكل. دونك هذه هما لي زوبسيون لي زانس كيما تنقولوا لي بارامتر اللي كاينين هنا في ميديان اف ديالك. دونك نخليكم مع هاد شويه ديال الطريق و نهضروا ان شاء الله مور هاد الفيديو. المهم كان هذا الخير ديال الفيديو الدراري. نتمنوا تكونوا كاملين عجبكم الفيديو. ما تبخلوش علينا بلايك كومنتير وسبسكرايب وان شاء الله الله يرزقنا ويرزقكم شي فورد فيستا ولا شي ان شاء الله شي ماستنج علاش لا. وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم وتهلاو الدراري.